العلاقة بين المغرب وهولندا تابعنا جميعا الرسالة التي سلمها السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لوزير خارجية هولندا، والتي نشرت مقتضياتها، لأن كانت أمور غير سليمة قيلت في حق بلدنا ولا يمكن قبولها. المغرب بلد ذي سيادة، وكاين قواعد كتحكم العلاقات ما بين الدول مبنية على الاحترام ومبنية على عدم صدور شيء من شأنه أن يمس بالبلد الآخر. ولهذا كان حرص ديال المملكة أولا على توضيح الموقف مما جرى تداوله على المستوى البرلمان الهولندي، والحديث بلغة مبنية على الصراحة والوضوح والدفاع عن مصالح بلادنا وعلى السيادة ديال بلادنا، وهو الموقف الذي جرى الإعلان عنه بشكل رسمي، بحيث صدر يعني تصريح بالنقط التي قدمت في اللقاء بين الوزيرين. ونحن بالنسبة إلينا يعني ما اعتمدته بلادنا إزاء في المسار القضائي، يعني سنواصله وفق ما مع استثمار كل ما يتيحه لنا القانون الدولي والاتفاقيات المؤطرة لهذا الأمر.